الصدام الأول مع السلطة الأموية. مات معاوية وتولى يزيد سلطة بني أمية. أرسل إلى كل الولاة على كل المناطق الإسلامية بأن يأخذوا البيعة من المسلمين بالقوة. وكان معاوية قد حذر ابنه يزيد من مغبة التعرض للإمام الحسين لما له من حب في قلوب المسلمين، وأن التعرض له سيؤدي إلى مشكلة كبيرة. ومما قاله معاوية ليزيد: يا بني، إني قد كفيتك الرحلة والترحال، وطأت لك الأشياء، وذلت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، أما الحسين بن علي فإن له رحماً ماسة وحقاً عظيماً وقرابة من رسول الله، وما أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه. ومع ذلك أرسل يزيد كتاباً إلى والي المدينة، وكان آنذاك الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، يأمره أن يأخذ البيعة، وخاصة من الإمام الحسين، ومن يرفض يكون السيف مصيره. اضطرب والي المدينة من هذا الأمر وحار بأمره، وأرسل إلى مروان بن الحكم يستشيره بالأمر. وكان معلوم عند الجميع أن الحسين عليه السلام لن يبايع، فقال مروان للوليد بن عتبة: إنه لا يقبل، ولو كنت مكانك لضربت عنقه. ولم يكن حاكم المدينة على استعداد لتحمل وزر دماء الإمام الحسين عليه السلام، وقد صرح بذلك لمروان بن الحكم، فقال له: والله ما أظن أحداً يلقى الله بدم الحسين إلا وهو خفيف الميزان، لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم. قرر الوليد استدعاء الإمام الحسين عليه السلام إلى قصر الإمارة. جاء الإمام عليه السلام وبصحبته 30 رجلاً من أهل بيته، وقد أوصاهم بألا يبرحوا عن باب القصر، فإذا تعالت الأصوات من الداخل اقتحموا القصر. دخل الإمام الحسين عليه السلام إلى الوليد، ووجد عنده مروان بن الحكم، وعندها أخبر الوليد الإمام الحسين بموت معاوية، وقرأ عليه كتاب يزيد الذي يأمره بالبيعة تحت تهديد القتل. بداية ومع وجود مروان، لم يرد الإمام الحسين بأن يصرح بالامتناع عن البيعة، مع علم الكل بأنه لن يبايع، لكنه أراد أن يخرج من دون أن يحدث أي مشكلة. التفت عليه السلام إلى الوليد وطلب منه إمهاله إلى الصباح قائلاً: إني أراك لا تقنع ببيعة سراً حتى أبايعه جهراً فيعرف ذلك الناس. فقال له الوليد: أجل. فأجابه الحسين: تصبح وترى رأيك في ذلك. فأجاب الوليد: انصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة من الناس. تنبه مروان إلى خطة الإمام عليه السلام، وعلم أنه إذا خرج عليه السلام من القصر لن يتمكن بنو أمية من أخذ البيعة منه، فقال للوليد: والله لئن فارقك الحسين الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على نيلها أبدا حتى تكثر القتلى بينكم وبينه،
ولكن احبس الرجل فلا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه. هنا ثار الإمام الحسين في وجه مروان قائلا له: ويلي عليك يا ابن الزرقاء، أنت تأمر بضرب عنقي؟ كذبت والله ولأمت. ثم التفت عليه السلام إلى الوليد وقال له كلمته المشهورة: أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. وخاف الوليد أن يتفاقم الوضع أكثر بين الإمام الحسين عليه السلام ومروان بن الحكم، وخاصة أن الهاشميين على باب القصر ينتظرون إشارة من الإمام عليه السلام ليقتحموا. فأقبل الوليد إلى الإمام عليه السلام قائلا له: انصرف يا أبا عبد الله راشدا. خرج عليه السلام من القصر، والكل يعلم بأن الإمام الحسين عليه السلام لن يعود ولن يبايع.